أهلاً كلكم. الله يكرمك. عايز أبدأ مع حضرتك من يعني ورا كام سنة من وقت قرار العودة من الاعتزال. هو ما في مفهوم خطأ، بس أنا كنت مستمر بس بشكل مختلف، بمعنى إن أنا كنت بشتغل كرتون للأطفال، بكتب وبنفذ وبخرج ومنتج منفذ فيه وبتاع، وفي نفس الوقت كنت بعمل برامج دينية، وبرضه كنت بقدم أفلام بس كانت بتترفض، يعني هي ده المفهوم، لكن أنا ما انفصلتش يعني. يعني كنت بشتغل على الميديا برضه. كان بترفض ليه؟ يعني أنا كنت قدمت فيلم اسمه انتفاضة، أيام ما كان في انتفاضة فلسطين الأولانية خالص اللي هي بالحجارة، وكنت بتكلم على المصريين اللي سافروا إسرائيل واتجوزوا هناك وخلفوا أولاد، وبقى تبع القانون الإسرائيلي إنه الابن بيبقى تبع ديانة أمه، فبيكتشف إنه بعد ما راح الأول من خلال عدم المستقبل في بلده، ابتدى يروح يدور بما ان بقى في تطبيع وكده، فابتدى شباب يروحوا يفتحوا هناك، يجروا ورا الرزق يعني بمعنى صح، ولكن في نفس الوقت هو بيبيع وطنه وبيبيع دينه وبيبيع حاجات كتيره جدا، وبعدين في الاخر خالص بيكتشف انه خلف عدله يعني بالشكل دوت يعني، فكان ده ضد السياسه العامه في الوقت دوت يعني، فكان بتهاجم في الصحافه والسيناريو وفي الرقابه. مش مقبوله مع ان كان في حمله كبيره جدا من روزا اليوسف على الموضوع ده يعني كان في الصحافه مكتوبه، لكن لما حبيت اعملها مثلا حاجه تتشاف وكده وجهه نظر، كان في بقى لجان ورفض وما اعرفش ايه وهجوم في الصحافه من روزا اليوسف برضه اللي كانت كاتبه الموضوع يعني، كانت مع الموضوع. فطبعا لقيت ان الاتجاه ده مش مقبول يعني، هتعب فيه من غير ما اعمل حاجه، فرحت واخد بعضي ورايح على كرتون، وحبيت اعمل اللي انا عايز اعمله من غير ما حد من غير ما حد يضايقني. طب بالنسبة للبرامج، ايه كان نوعية البرامج اللي حضرتك بتقدمها؟ كنت بقدم برامج، بص اصل في كانت جت فترة كده ان البرامج اللي كانت بتتقدم عمليات تخديرية كده يعني، برامج دينية بس تخديرية يعني، لا بتعلم ولا حاجة، فابتديت اعمل برامج فيها تعليم للدين يعني، من وجهة نظري يعني. مش من وجهه نظري يعني، من اللي انا قريته واللي انا اتعلمته، لان هو الناس بتفصل الدين عن كل حاجه في حياتك، مع ان هو الدين هو كل حاجه في حياتك. ليه؟ لانه هو الدين عباره عن حقوق، اعطي لكل ذي حق حق، مش كده؟ فالدين حقوق، حق للاب والام، حق للمجتمع، حق للجار، حق للطريق، حق لنفسك، مش كده برضو؟ حق للسائل والمحروم، حق يعني حقوق احنا بناخدها تبرك يعني، دروشه، لكن عشان كده احنا مجتمعنا بايظ ليه؟ لان ما بنعديش لكل ذي حق حق، حتى على نفسك يعني، ايه ان لبدنك عليك حق، انت نفسك ليك حق على نفسك، لما بتاكل حق نفسك فانت بتاكل بقى في بقيه الحقوق كلها، فالطريق له حق. احنا دلوقتي لو بصيت في الطريق ما حدش بيدي الطريق حقه، سواء بقى تحرش، سواء معاكسات، سواء الناس يعني بتعاند مع بعض في الطريق، او بتلبسك في حاجه عشان خاطر انت طلعت منه يعني، مفيش كل دي حقوق واحنا ما بنعملهاش، فاحنا مبقاش يعني، هو دي عباره عن ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. طيب هي ايه الاخلاق يا رسول الله؟ اعطي لكل ذي حق حقه. فلما ما بتديش الحقوق ما بقاش في اخلاق، ما بقاش في تحضر، ما لما بيبقى في اخلاق بيبقى في تحضر،
خلاص ما بيبقاش في دين، ما هو كده ما بيبقاش في اخلاق، ما بيبقاش في حقوق بتاكل حقوق الاخرين، ما بيبقاش في تحضر، ما بيبقاش في دين. وده المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي، ان احنا بناكل حقوق بعضينا وكل واحد عاوز انا ومن بعد الطوفان. طب هل بعد الفتره اللي حضرتك فده اللي انا بتكلم فيه، ان انا النهارده لما بتكلم على الدين شكله احنا مجمدينه في حاجات معينه، بس هي حاجات اوسع بكتير من اول حق الله سبحانه وتعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الجار، حق الاب والام، حق الابن، حق الزوجه، حق الاولاد، حق المجتمع، حق البيئه، حق الحيوان، الحيوان له حقوق. فاحنا ما يعني سايبينها بالبركه. طب العوده ديت وفكره تقديم البرامج الدينيه والعمل برضو انت بتقول عوده، انا كنت يعني مستمر بقول عوده يعني الفكرة.